أهلا بك معنا دكتور عبد الباقي، نتحدث عن معركة مصيرية تحدد مستقبل وملامح الدولة اليمنية وتحذيرات من تقسيم في حال سيطرت الميليشيا الحوثية على مأرب. ما القراءة الأولية لما يجري الآن في مأرب؟ أعتقد أن كل اللاعبين، يعني هناك مجموعة من اللاعبين الإقليميين والمحليين. المحليين عبارة عن وكلاء، ولكن الدول الإقليمية أيضا وكلاء. يعني هناك ما يسمى تراتبية الوكلاء، هناك الدول الكبرى المسيطرة على صناعة القرار الدولي، وهناك الدول الإقليمية العربية التي هي أيضا وكيل لهذا المستعمر الجديد، وهناك الوكلاء المحليين أصحاب المنافع. وبالتالي يبدو لي أن ما يحدث في مأرب مرتبط بالضغط على السلطة الشرعية لقبول اتفاقية ما، لأن نعم دكتور عبد الباقي، إذن ربما انقطعت حتى يعود إلينا مرة أخرى. يتحدث الدكتور عبد الباقي عن هناك ضغوط كما ذكر القبول باتفاقية ما بالنسبة للشرعية في اليمن، وأيضا قبل قليل سيد الجبري حذر من موضوع التقسيم في حال سيطرة الحوثي على مأرب. مرة أخرى أهلا بك معنا دكتور عبد الباقي، تفضل أكمل الجملة التي ختمت القول بأن هناك اتفاقية أو القبول باتفاقية ما للضغط على الشرعية. أقول أن كل ما يحدث في اليمن وفقا حتى الآن وفقا لما هو مرسوم نظريا واستراتيجيا، بمعنى أن الحوثيين يدركون ويعلمون أين تتوقف حدودهم، وبالتالي هنالك ضغط على السلطة الشرعية لقبول اتفاقية ما، بمعنى أن دول التحالف وافقت على هذا التقدم. بينما نحن ندرك منذ 6 سنوات أن إنهاء الحوثيين لن يأخذ أكثر من شهر، وبالتالي الحوثيين قد يضغطون على السلطة الشرعية بفعل هناك موافقة غربية وإقليمية للضغط لقبول اتفاقية ما. لذلك أنا أقولها بوضوح، جيشنا الوطني إذا ما تم تزويده بالمرتبات وبالأسلحة المتوسطة والثقيلة سيدخل صنعاء خلال أقل من شهر. ولهذا هنالك، لماذا تصبح المسألة اليمنية في مأرب؟ المسألة اليمنية ليست مأرب، المسألة اليمنية يمنية تمتد من عدن إلى شبوة إلى سوق قطرة إلى جزيرة ميون، كل هذه اليمن. بالتالي هذا الحديث والتركيز على مأرب خطير، أن يتم التركيز على محافظة مأرب بحيث أن كل ما يحدث من تصريحات وأن الحوثيين تجاوزوا ما هو يعني إنساني وحقوقي بأنهم اتجهوا إلى مأرب، لا، اليمن ليست مأرب، مأرب محافظة هامة، اليمن. بالتالي لماذا لا يتحدثون عن المجلس الانتقالي في عدن، ولماذا لا يتحدثون عن انتهاكة حقوق الحوثيين في تعز، ولماذا لا يتحدثون عن هيمنة الإمارات في سوق قطرة وميون، لماذا لا يتحدثون عن شبوة فقط وكأن المسألة مرتبطة بتقدم قوات الحوثيين باتجاه مأرب؟ إنهم يختزلون اليمن فيما يحدث في مأرب، بينما المسألة في غاية السهولة. مد الجيش اليمني بالمرتبات والأسلحة المتوسطة، نحن خلال أقل من 21 يوم في صنعاء. طيب، المأرب ليس اليمن، ليس المأرب فقط، لكن هناك تقارير تتحدث بأن إذا ما سيطر الحوثي على مأرب هذا يعني العودة إلى التاريخ قبل 2015، وبالتالي فشل عملية التحالف في اليمن الذي شنها قبل سبع سنوات. ما قولك هنا دكتور الباقي؟ الحوثيين لن يسمح لهم بالتقدم نحو والسيطرة على مأرب لسببين. السبب الأول أن هناك ما يسمى بالأمن القومي السعودي، الذي قرب الحوثيين من السعودية يشكل خطر كبير. ربما الأمريكان موافقين على أن يكون الحوثيين في مأرب،
بمعنى أنه يمكن أن يكون لهم في مأرب، بحيث أنهم يشكلوا تهديد استراتيجي وأمني على السعودية، ولكن الأمريكان لن يسمحوا للحوثيين بالسيطرة على منابع النفط، لأن مأرب لها عنصرين رئيسيين، هي العاصمة الثالثة غير المعلن للسلطة الشرعية، هي مركز مورد نفطي مهم لليمن، وهي بوابة للجنوب. لذلك المخطط الدولي لن يسمح للحوثيين بالتوجه نحو الجنوب بحيث أنهم يسيطرون على عدن وغيرها، لن يسمح بالسيطرة على الموارد لأنهم لا يريدون أن تكون تجربة الحوثي تجربة داعش، ولكن يمكن يسمح للحوثيين بالاقتراب من السعودية لاستنزافها، بمعنى أن السعودية ستضطر لتقديم كثير من التنازلات والحوارات والاتفاقيات غير المعلنة للتخفيف من خطر الأمن القومي عليها. لذلك أنا أعتقد يمكن للسعودية وسلطة شرعية أن تتجاوز كل هذا المخطط الدولي بعملية بسيطة للغاية، منح الجيش اليمني مرتبات، تقديم الجيش اليمني سلاح خلال أقل، أنا أقول 21 يوم سيكون جيش وطني مدعوم بالجماهير لإنهاء هذا المشروع الحوثي وإنهاء التوافق. هل بهذه السهولة دكتور عبد الباقي، هل بهذه السهولة بعد أن تقدم الحوثي ميدانيا في جنوبي محافظة مأرب، هل بهذه السهولة يمكن أن يعود إلى ما كان عليه قبل سنة من الآن قبل العدوان على مأرب؟ سيعود الحوثي إلى ما قبل عام 1962 وليس إلى ما قبل سنة، لأن المشروع الحوثي مشروع إمامي ملكي، ما يسمى في سوبر مايسي بمعنى ما فوق إنساني، بمعنى أنهم ينظرون إلى بعض الأسر، هذه تنظر إلى ذاتها بأنها فوق الشعب اليمني فوق المواطنة، وأنها لها الحق الإلهي بحكم اليمن، والشعب اليمني لا يقبل. الشعب اليمني في صنعاء قبل هيمنة هذه الجماعة نظرا لغياب السلطة الشرعية، نظرا للترهيب والسجن والترغيب، ولكن إذا شعرت الجماهير اليمنية في صنعاء وبقية المناطق أن الجيش الوطني تقدم باتجاه صنعاء، أنا أؤكد لك ليس كلام عاطفي أو تعبوي، أنا ولدي بعض من الكثير من التصاريح أن هؤلاء الذين يدعون أنهم أصحاب الحق الإلهي سوف يغادرون اليمن ويذهبون إلى مناطق بعيدة، طيب. والشعب اليمني في صنعاء سوف ينتفض وينهي هذا المشروع العائلي الإيراني. لذلك السعودية أنا أستغرب لماذا لا تستغل، يعني حتى الآن هناك عمليات في مأرب لا توظفها، بمعنى أنها بإمكانها أن تحقق انتصارا وأن تقدم الجيش الوطني، إن الأمن القومي السعودي في خطر، المشروع الأمن القومي العربي في خطر، إيران تشكل خطر على أمتنا العربية والإسلامية، أقولها والإسلامية، لا علاقة لإيران بالإسلام، إيران لها مشروع استراتيجي توظف الشيعة والاثنى عشرية توظيفا عقائديا براغماتيا حسابيا سياسيا، لا علاقة لإيران بالدين مطلقا، علاقة إيران توظف الدين سياسيا لتحقيق مصالح إيران الفارسية في المنطقة، وبالتالي طيب. السعودية حتى الآن لم عليها أن تتحول إلى ند قادر على إعادة التغيير. هل يمكن قلب الطاولة الآن على جماعة الحوثي، وذكرت بأن الأمن القومي السعودي بخطر، الأمن القومي العربي بخطر، وما أهمية هذه المحافظة في حال سيطرة الحوثي عليها، يعني هذه الخطورة على السعودية والأمن القومي العربي بالفعل، حقيقة هذا الموضوع أو هذه النقطة؟ أولا مدينة يعني مأرب ليست فقط مدينة لها ما يسمى، لأنها مدينة مورد اقتصادي، سيكون الحوثيين تمويل، لأنها مدينة محافظة لديها الموارد النفطية والغازية، وبالتالي سيكون لهذه الجماعة موارد تمويل غازية ونفطية، ويمكن لها أن تبيع النفط والغاز. واحد، العنصر الثاني سوف تكون قريبة جدا من الحدود السعودية وقادرة على اختراقها.
العنصر الثالث أنها قادرة أن تتحدث بلغة غير اللغة عقائدية لتخاطب الجماهير اليمنية بلغة وطنية، فأن هنالك احتلال للمناطق الجنوبية من قبل دول الجوار السعودية والإمارات، وبالتالي عليها أن تستعيد عدن وبقية المناطق في إطار إخراج العدوان والاحتلال الخليجي لليمن. ومن هنا سوف تتوجه إلى المناطق الجنوبية لتحكم ليس فقط المناطق الشمالية، وكانت إيران تحلم والحوثيين يحلمون، الحوثيين كتعبير من تعبيرات الأسر الملكية السلالية كانت طيب. تحلم فقط أن تكون على شكلة حزب الله، ثم طمح طموحها لتكون على أنها تحكم اليمن، ثم الآن يمكن أن تحلم وأن تحقق أن تحكم اليمن شمالا وجنوبا بشعارات مختلفة. وهنا يعني بنسبة يعني أن تحلم جماعة الحوثي بأن تسيطر على هذه المناطق، ليس حلما، هي الآن تجسدها هو واقع أصبح عملية. حسب ما تقول، لكن هذا الواقع خطورة تقسيم اليمن هنا في سيطرة الحوثي على هذه المحافظات الهامة في والنفطية في اليمن. جميل هذا السؤال. المسألة لا تتعلق بتقسيم اليمن إلى شطرين، المسألة نحن ندرس ونتابع ما يسمى بالحرب الرابعة، وبأن تكون المجتمعات العربية مجتمعات متعددة الجغرافية، بمعنى اليمن لن تكون شمال وجنوب، ستكون شمال وجنوب وحضرموت وتعز وعدن، ستكون ثنائية سنة وشيعة، يعني الوضع ليس بهذه السهولة. ولكن المؤسف أن الشعب اليمني ربما يخضع لأربعين أو ثلاثين سنة وهو ضعيف وهش ومتعدد، وبعد أربعين سنة سيقولون لابد من تهدئة وتشكيل وحدة وطنية. انظروا إلى أفغانستان، الولايات المتحدة الأمريكية ظلت فيها عقود، وبعد هذه العقود تحدثوا أنه لم نأتي إلى أفغانستان لتأسيس دولة، إحنا جينا للقضاء على الإرهاب. ثم انسحبوا وسلموا هذه الدولة لطالبان الذي كانوا يواجهونها. لماذا نحن لا نستفيد وندير شأننا اليمني والعربي بذاتنا؟ ما طبيعة هذه الاستفادة دكتور عبد الباقي من هذه الأمثلة؟ ما طبيعة هذه الاستفادة من هذه الأمثلة التي تذكرها الآن؟ أقصد أن علينا أن نستفيد، هناك استراتيجية دولية، هناك تحولات. الولايات المتحدة الأمريكية كانت انتصرت على الاتحاد السوفيتي، وكنا نتوقع أن تكون هناك أحادية قطبية، ولكن الأحادية القطبية ظلت 10 سنوات، مرت بمرحلتين. المرحلة الأولى اللي هو ضم كل بلدان المنطقة فيما يسمى بالإصلاح الديمقراطي، بحيث تكون كل بلدان العالم تحت المجال الليبرالي الغربي، بحيث أن الاتحاد السوفيتي انسحبت. في مرحلة لاحقة لو سمحت تحدثوا عن بعد أحداث سبتمبر، تحدثوا عن الإرهاب، وأصبحت الأولوية مكافحة الإرهاب، وكانت هذا المدخل هام جدا للتدخل في السيادة. بالتالي على هذه الشعوب أن تدرك، عليها أن تعبر عن مصالحها، لا تكون رهينة مصالح الدول الاستعمارية المتجددة في أشكالها وتدخلاتها. وأيضا نحن نتحدث عن مأرب، لكي لا تكون هذه المحافظة رهينة بجماعة الحوثي وسيطرة الحوثي عليها. ما المطلوب الآن باختصار دكتور عبد الباقي لمواجهة هذه الميليشيات جنوبية اليمن؟ المطلوب أن توجد جماعات وطنية سياسية وعسكرية وقبلية واجتماعية بكل هذه التعريفات، بعيدا عن الصراعات الإقليمية والدولية، لتعبر عن مطامح الشعب اليمني. وأنا أستطيع أن أقول لك أن الأيام القادمة سوف تفرز قيادات وطنية مستقلة، لا تتبع دول الإقليم ولا تتبع التمويل الدولي، ستحدث فارق. الشعب اليمني، أقولها بوضوح، الشعب اليمني لا يمكن أن يقبل مشروع يقوم أو تعود هذه السلالة الإمامية الملكية الاثنى عشرية أن تقود اليمن، ولا يمكن أن يسمح للإمارات ولا أي دولة أخرى أن تجزي جغرافيته لمصالح الشخصية. الشعب اليمني عنده أنفة، واليمن مقبرة. شكرا لكم أستاذ علم الاجتماع السياسي في جامعة صنعاء دكتور عبد الباقي شمسان، كنت معنا.